أوسق عرى الإيمان، أوسق العرى يعني أقوى الحلقات تبع الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. ويسمعوها مني، ما دام في إلك حبيب في الله لا تنقطع، ما بينقطع، بتم دائما مسالك. متى تركت حبيب في الله صرت معرض للقطيعة. الحب في الله، متى ما كان لك حبيب بتلازم دائما على الصحبة، دائما على المجالسة، دائما بتم دائما ثابت إلى أن يلتقى الله. ما عرفنا الإيمان إلا بالصحبة. كنا نصحب الإخوان اللي قبل منا عرفوا الشيخ، نجلس مع الأخ مع الأخ، نركض له لها والله مثل الشحادين، الله وكيلكم، نركض بين أخ وأخ. بخيلك احكي لي على الشيخ، بس شو بتعرف عن الشيخ؟ هذا يحكي لنا عن حاله، هذا يحكي لنا عن أخلاق الشيخ، هذا يحكي لنا عن إنفاق الشيخ، هذا يحكي لي. ناخذ من هون من هون، حطينا بمخنا عن الشيخ مكاني. فأنا بالنسبة لي رأيت شيخي خليفة النبي في زماني، فما جالست على أنه سيدي الشيخ أحمد، ولكن جالست على أنه ابن رسول الله، فكنت عامله معاملة ابن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العالم، وصدقوني ما مرة بفضل الله قبلت إيده إلا رأيت أني أقبل يد رسول الله. هيك جالست وهيك أحببت، ضاعت. شو الشيخ هذي ضاعت؟ لا والله يا أب، والله يا عم نقبضها بأغلى ثمن، بأغلى ثمن. الله عم يجعل الكبير بكبير عم يجعله صغير قدامك. وما توفيقي إلا بالله. الله يرزقنا يا ابني الحب الصادق.